قدمت المملكة المغربية تعازيها للجزائر في ضحايا حرائق الغابات التي تسببت في مقتل 34 جزائرياً. وتسببت الحرائق التي اندلعت في شمال وشرق الجزائر بمقتل حوالي 34 شخصاً بينهم 10 جنود. وتأتي تعزية المملكة المغربية في ضحايا حرائق غابات الجزائر في وقت تعيش فيه العلاقات بين البلدين الجارين منذ أكثر من عامين على وقع أزمة غير مسبوقة. ورغم كل الأعمال العدائية التي صدرت عن النظام الجزائري تجاه المغرب والمغاربة طيلة الأشهر الماضية، إلا أن المغرب كدولة مؤسسات تتعامل بحكمة وتبصر وبطريقة راقية وحضارية، ولم تنجر وراء استفزازات النظام العسكري الجزائري.